مساء الخير. هذه هي الحلقة الثامنة من برنامج فريد الأطرش. في الحلقات الماضية استعرضنا كيف توصل الأستاذ فريد لكي يحقق نجومية كبيرة، ولكن عبر الإذاعة وليس عبر السينما. كان بحاجة للسينما لكي يتنافس فعلا مع الأستاذ عبد الوهاب، ولكن كيف يدخل؟ هو بحاجة إلى صوت نسائي قادر لكي يدخلا معا هذا العالم. وهنا في هذه اللحظة عادت أسمهان من سوريا بعد زواج استمر لست سنوات انتهى بالفراق. عادت أسمهان وكان على الأستاذ فريد أن يعيد الحسابات. كان عليه أن يضعها في الصف الأول وأن يعود هو إلى الصف الثاني. وهكذا أعطاها مونولوج نويت أداري ألامي، فغنته في جدلية ملفتة في التعبير عن الشجن الراقص والسرور الزائف. انتبه الأستاذ مدحت عاصم إليها فأعطاها مونولوج دخلت مرة في جنينة، فعبرت في تعبيرية ملفتة وفضحها تعبيرها بأنها كانت تحس بأنها تروي قصتها مع زوجها. وانتبه إليها الأستاذ محمد القصبجي فأعطاها ثلاث قصائد: ليت للبراق عيناً، أسقنيها، وهل تيم البان، من شعر شوقي. وهنا خدمت الظروف أسمهان. أستاذ عبد الوهاب الذي كان كلف بتلحين أسقنيها ثم أعطيت للقصبجي استمع إلى هذا اللحن وانتبه إلى صوت أسمهان، ثم انتبه أكثر عندما غنت من شعر شوقي، وشعر شوقي محتكر للأستاذ عبد الوهاب. وهكذا استدعى أسمهان لتغني معه في أوبريت قيس وليلى، فأدت في تعبيرية موازية لأسلوب التعبير عند الأستاذ عبد الوهاب. الأستاذ القصبجي كان قد أعطى أسمهان هذه القصائد لأنه كان يريد أن ينبه السيدة أم كلثوم إلى قدرته في تلحين قالب القصيدة. كان هناك فيلم دنانير الذي يحضر وفيه قصائد، فهل ستعطى القصائد له أم لزكريا أحمد؟ وعندما أعطيت القصائد لزكريا أحمد قرر في ردة فعل أن يعطي أسمهان رائعته يا طيور، فرفعتها كما طير الطيور إلى القمة. Oh,
ونجحت خطة الأستاذ فريد الأطرش، وانتبه منتجو الأفلام السينمائية إلى سحر صوت أسمهان وهي تؤدي مونولوج يا طيور في مستوى من الأداء لم يصل إليه أي صوت عربي حتى اليوم، وهكذا استدعوها لفيلم انتصار الشباب. أسمهان وتنفيذا للخطة اشترطت أن يقف إلى جانبها شقيقها فريد الأطرش مطربا وملحنا، وهكذا كان. من البداية في الفيلم يؤكد على أن النجاح هو لصوت أسمهان ولفن فريد الأطرش. يدقق هذا مع المشهد التالي من الحاسوب في فيلم انتصار الشباب. حضرتك اللي كانت بتوسم فيك العقل والحنكة بتخمن جنابك اني لما قبلتكم تشتغلوا عندي كان بيخطر على بالي شيء من صوت اختك ومن فن حضرتك؟ نعم، المقصود صوت أسمهان وفن الأستاذ فريد الأطرش. فما هي عناصر فن الأستاذ فريد في انتصار الشباب؟ الأستاذ عبد الوهاب كان قد أرسى قواعد ومعايير للأغنية السينمائية: المدة المختصرة، اختصار مدة المقدمة الموسيقية، كثافة اللحن، التعبير عن النص، وأن تأتي الأغنية في السياق الدرامي للأحداث. الأستاذ عبد الوهاب كان قد حدد هذا منذ فيلم الوردة البيضاء واستمر، ولكن الأستاذ فريد له منابع مختلفة واتجاهات أخرى، وهكذا وضع معايير مختلفة فقال: أنا متنوع المنابع ومتنوع الأجواء، فلأنوع منابع الأغنية وأجواء الأغنية السينمائية في أفلامي. وهكذا غنى مثلا من البداية مستفيدا من تواجد بيرم التونسي الذي عاش في الشام وأتقن لهجتها، استفاد منه فصاغ له المواويل الشامية من البداية. غنى مثلا موالا شاميا صدوك عن العدا بلهجته الشامية، محققا نوعا إضافيا إلى ما كان سائدا في أفلام تلك الفترة. صدوك عن العدا يا زين ما كان بخاطري لو كان غيرك شغد ما يقبل خاطري لو كنت يا زين تفهم المضمون اللي بخاطري ما كنت تشرتني وتبعت زيد وعمر ورجعت أنا مكسوف منكم من كسر خاطري وفيما بعد تابع الأستاذ فريد الأطرش رحلة الموال والأغنية ذات النكهة الشامية، فها هو في فيلم أحلام الشباب عام 1942 يقدم موال أهواك بنكهة شامية مع أغنية أيضا بالنكهة نفسها. أهواك أهواك يا من خنتني بهواي وصبحت بيدك أسير برغبتي وهواي أهواك يا ظالمي واصبر على الصبر مهما يطول الصبر وتزيدني تعزيز
جراحي أخفي جراحي ولا أيثم أحدا ولا أيثم أحدا ولا أيثم أحدا شكواي. العلاقة بين الأستاذ فريد الأطرش والأستاذ بيرم التونسي التي بدأت في عام 41 في فيلم انتصار الشباب والتي سنتابعها لاحقا تجعلني أؤكد ولادة ثنائي جديد في عالم الغناء العربي بين الأستاذ فريد الأطرش والأستاذ بيرم التونسي، وهذا الثنائي توازى مع ثنائي آخر ولد في عام 41 بين بيرم التونسي وزكريا أحمد في أغاني السيدة أم كلثوم، حيث غنت السيدة أم كلثوم أنا وإنت، الآهات، حلم، الأمل، أنا بانتظارك من تشكيلات أعمال هذا الثنائي، ولكن بنكهة مختلفة عن أعمال الأستاذ فريد مع بيرم التونسي، فهنا الأجواء شعبية سينمائية احتفالية. ولا شك أن السيدة أم كلثوم في عام 44 في فيلم سلامة قدمت قل لي ولا تخبيش يا زين، غني لي شوي شوي، متأثرة بهذه الأجواء مثلما تأثرت في فيلم عائدة بالأسلوب الأوبرالي الذي قدمته أسمهان. ولكن هنا في هذا الفيلم انتصار الشباب تبدأ هذه الأجواء لأول مرة في عالم الغناء العربي وفي السينما أجواء احتفالية شعبية سينمائية مثل هذه الحوارية الأولى في الغناء العربي في الأسلوب الشعبي السينمائي التي قدمها فريد الأطرش وأسمها. ولكي نتعرف أكثر على مدرسة الأستاذ فريد الأطرش التلحينية في فيلم واحد، ها هو بعد أجواء بيرم التونسي الشعبية ينتقل إلى التانجو الحب عز وهنا، وهنا فعلا هذا التعارض كان لأول مرة يظهر في السينما العربية. الحب
وها هو الأستاذ صباح فخري في أغنيته خمرة الحب سقينيها يتأثر في البداية بمدخل الحب عز وهنا. ندقق مع ضيفنا أولا الحب عز وهنا ثم خمرة الحب سقينيها. الحب عز وهنا وفيه مزلة وشقا، خمرة الحب سقينيها هم قلبي تنسني. وحتى على مستوى الأغنية الواحدة هو الأستاذ فريد الأطرش ينوع في الأجواء، فبعد التانجو في الحب عز وهنا في التانجو ذاته يقدم لنا التطريب والبيات عند أحب طيري، مقام البيات الشرقي الأصيل، فعلا في أعمال قليلة كان ينوع الأجواء بسرعة كبيرة. أحب طيري وطول عمري واشرب انا كاس الضنا واصبر وراضي بدا ده الحب شرع كده، واصبر وراضي بدا ده الحب شرع كده. الحب عز وهنا. بين الموال الشامي والتطريب والتانجو والأغنية الشعبية قدم الأستاذ فريد الأطرش نفسه في هذا الفيلم كعدة مطربين وملحنين في آن واحد، ولكن كانت لهذا الفيلم وظائف أخرى.